طبعا اسم المحاضرة بتاعتكم او اسم اللقاء النهاردة من العاطفية العالمية، وده الاختيار اللي انتوا اخترتوه. فانا مش عايز اسألكم ليه انتوا اخترتوا الاختيار ده، لكن طالما اخترتوه يبقى نتكلم فيه. انا بحب الاهرامات جدا بلا شك، يعني لها واقع تاريخي، واقع حضاري، واقع نهضوي، واقع معماري كذلك، واقع ثقافي. فالهرم اللي انا رسمه ده هو محاضرة تطلع متدرجة قاعدتها العاطفة وقمتها الصناعة، ده في العمل ايه؟ العمل الخيري، العمل للعلم جميعا. مفيش عمل بيبدأ عالمي من أول يوم مهما كنت ومهما كنت. تقول لي انت مش عارف كذا وانت كذا، لا ابدا. العالمية شيء بيكتسب بعد تراكم الخبرات وحسن الاداء وكثر الانتاج، فالناس بيشتروا منتجك. حتى لما تجد كل الشركات التجارية لما تصبح عالمية بنسميها مالتي ناشونال كومبانيز، امتى؟ لما تصل للاماكن اللي هم وصل لها المنتج بتاعه. فمحدش يقول لك احنا هنعمل جمعية عالمية من اول يوم، يعني اقول انا لو قلت لك كده ابقى انا كذاب او انا غير صادق او انا غير فاهم. ها، العالميه دي شيء مسيره تاخدك من الـ من الـ من الـ من خطوه الى خطوه الى خطوه الى خطوه. في العمل الخيري اللي انتم بتقوموا بيه اول شيء بيحركنا فيه العاطفه، زلزال، فيضان، نزوح، اغتصاب، قتل، تشريد الى اخره، اول شيء. فكل بيهب يعمل الفزعة بتاعته، سواء كانوا رجال أو نساء، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فالفزعة دي بتنم على أننا كلنا عندنا عاطفة وفي داخلنا اللي هو الجينات المركبة لعمل الخير. الجينات المركبة لعمل الخير، وعمل الخير لا يقصر وليس مقتصر فقط على البشر. هتلاقي الحيوانات وهتلاقي الطيور بيساعدوا بعضهم البعض، بيعيشوا في مجتمعات متكاملة. واعظم مجتمعات ربنا ذكرها، يعني ربنا ذكر في القران اربع سور اسمها باسماء الايه؟ الحيوانات، النمل والنحل والبقره والانعام. الانعام شيء عام. البقره، جمال البقره في ايه يا شباب؟ انها تبنى حولها المجتمعات. يعني لو اذا وجدت بقره بمكوناتها والمخرجاتها اللي سواء حتى اللي هو اللبن واللحوم والجلود والروث، بتبني مجتمع كبير حولها. اما النمل والنحل فهو اللي بيبني المجتمع، ومجتمع النمل والنحل صعب جدا ان انا وانت نبني مجتمع زيه، صعب. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل اصغر الحشرات اللي هي النمله والنحله تعلم الانسان كيف يبني مجتمعا. لكن كلهم بلا استثناء وغيرهم عندهم عاطفة الأمومة، عاطفة الأبوة إلى آخره، وبيبنوا مجتمعات. يبقى عملية العاطفة وعمل الخير ده لا تقتصر فقط على البشر، بل تتعدى إلى كافة المخلوقات اللي ربنا خلقها، عشان بس نتفق على قاعدة نقف عليها. فإحنا كبشر بنخرج بقى، البوسنة، الروهينجا بتوع ميانمار، مسلمين هم بتوع الروهينجا، المسلمين بتوع اليوغور في الصين، المسلمين بتوع الكشمير في الهند، المسلمين بتوع الهنود، المسلمين الهنود في الهند ايضا، فلسطين واللي بيحصل فيها، وهكذا اريتريا واللي بيحصل فيها، اليمن واللي بيحصل فيها، سوريا واللي بيحصل فيها، لبنان واللي بيحصل في كل دي. العواطف دي بتخليك ايه؟ تتحركي، مشاعر واحاسيس والام واحلام، فبتخرجي تهبي تفزع بالفزعه دي كلها. نادر اللي ما يتاثرش. بعد كده احنا كشباب او كافراد بنعمل ايه؟ بنحس ان احنا عايزين نعمل شيء موسمي. فالفلاح مثلا او راعي الغنم او راعي البقر اللي هو بيبيع غوار وغنم معايا، فانت عندك حلم كبير بتحققه، بس حققه معايا عشان انا وانت نحلم مع بعض. فبيعمل ايه؟ بيجي ساعه الحصاد يطلع الزرع او يطلع خراج الارض اللي هو العمل الموسمي، بيقول والله انا هطلع مثلا كذا
مثلا يكون 10%، طبعا هزود عليه ايه كمان 5% و 4% او 3%. الوحيد من اثرياء العلماء في تاريخ الامه الاسلاميه، انا بس ده اللي نعرفه، اللي هو الفقيه ليث بن سعد، كان غني جدا في مصر، وكان هو امام الشيخ امام الامام الشافعي، وكان على مستوى اعلى من الامام مالك، وكان ما عندوش زكاه، كان كل الدخل بتاعه من الاراضي بيطلعه، يعني ما كانش بيحسب الزكاه. فده نوع من انواع الانفاق المستمر، مش موسمي فقط، مش موسمي فقط. وكان لما بيكفروا الطلبه زي حالاتكم اللي هم بايه هيتعلموا القران وتعلموا الحديث، اضاف ليهم ماده اخرى، ماده الحساب، عشان لو عرفوا ينزلوا السوق يعرفوا يكونوا تجار الى اخره. ده الكلام ده من كام؟ من اكتر من 1000 سنة. فده العمل الموسمي. العمل الموسمي لما بنيجي كل سنه بيبقى تقليدي خلاص بقى، في مثلا والله في اول رمضان هنعمل كذا، في عاشوره هنعمل كذا، في العيد هنعمل اللي هو الفساتين الاطفال والهدوم الجديده للاطفال، فالموسم الدراسي بنجيب الشنط للاطفال الى اخره، وهكذا. يبقى اصبح ايه؟ تقليدي بقى، موسمي وتقليدي. يبقى احنا خرجنا من العاطفيه للموسميه للتقليديه، عشان نتدرب في هذه الثلاثيه اللي تعتبر القاعده الاولى. دي بتاخد سنين، ولو ان الناس بيعملوها دايما هتلاقي والدك ووالدتك، يعني مثلا لو حد هنا من سوريا من اخواننا وابنائنا في سوريا، هتلاقي كان بيعمل كل الاعمال دي على مستوى الحاره، كانش في جمعيات. ها جمعيات انشئت لهم لما خرجوا لتركيا وخرجوا للبنان وخرجوا للعالم الخارجي، لكن في بلادهم في الاصل كان بيعملوا كل الاعمال دي. جارتك زميلك زميلتك الى اخره، على استحياء، عشان النظام السياسي ما كانش يسمح بمثل هذه الاعمال انها تكون على الملأ. ده يختلف عن اليمن، كان عندها مؤسسات مجتمع مدني من زمان، ويختلف في بلاد تانية. طيب بعد كده هو احنا مثلا اشتغلنا في الموضوع ده سنه سنتين ثلاثه اربعه خلاص، عايزين بقى ننظمه. هننظمه ازاي؟ فبنعمل جمعيه. يبقى اول خطوه من خطوات التنظيم اللي هو ان احنا بنخرج من العاطفيه دي الى ان نعمل الجمعيه. الجمعيه ليها سياسه، ليها اهداف، ليها معايير، ليها مجلس، ليها مجلس تنفيذي، ليها مجلس اداره الى اخره. يبقى شوف العمليه ماشيه ازاي. ده ياخد كام سنه قدامك؟ 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين الى اخره. فالجمعيه ممكن بدل ما هتشتغل على مستوى الحاره او مستوى الشارع، ممكن تشتغل على مستوى المحافظه، او تشتغل على مستوى المدينه، او تشتغل على مستوى الوطن كله. فدي مسيره بتبدا بفزعه، مسيره شفت انت مشيت ازاي بالفزعه خرجتك عشان ايه تكوني جمعيه تكون لها كيان، يبقى اصبح لها كيان داخل الوطن، والكيان ده ملموس من المجتمع وملموس من الحكومه اللي بتحكم الوطن، واضح؟ وتراجع اعمالها وانجازاتها واخفاقاتها الى اخره. بعد كده الجمعيه دي بتبتدي تنظر لنفسها من الداخل، طب انا عايز انظم نفسي، ابقى انا زي ما بقول ايه بروفيشنال. ناس بيعرفونا بكلمه بروفيشنال دي يعني. خلاص يبقى احنا حرفيين بالتدريب، بالتاهيل، بالقوانين الى اخره. احنا بقى انا احط الخط ده هنا، هكلمكم عادي بعدين. بنحاول بقدر الامكان ان عملنا اللي احنا عملناه في العشر سنوات اللي فاتت دول، يعني لسه ضربت المثل بتاعكم، انتوا كمن احياء بقالكم انتوا 5 سنين 6 سنين تعتبروا مبادره، صح؟ تعتبروا انتوا مبادره، صح؟ لابد المبادره دي تتحول في يوم من الايام الى جمعيه، عشان تكون لها تندفع اندفاع اقوى، ويكون لها تنظيم، ويكون لها ايه ميزانية، وكلها مرجعية إلى آخره إلى آخره. زي ما أنا كنت ضربت لكم مثل في مصر برضك، في جمعيتين أو مؤسستين في مصر. واحدة هي مؤسسة رسالة اللي بدأت يمكن من 30 سنة، وأصبحت بعد ما كانت طلبة زيكم في كلية الهندسة جامعة القاهرة، أصبحت مؤسسة رسالة اللي ليها يمكن 30 40 فرع في المحافظات. وكذلك اللي هو شباب بيحب الخير اللي بدأ من جامعة اسكندرية، بالظبط والله زيكم بالظبط. اول محاضره انا قلتها في جامعه اسكندريه ليهم كان يمكن 15 او 20 واحد،
اللي موجودين في المدرج، وكانوا كلهم من كليه الهندسه جامعه اسكندريه. دلوقتي احد الشباب بيقول لي ليهم مكاتب ولا فروع فين؟ كلم قوم كلم. ليهم مكاتب في جميع المحافظات. في جميع المحافظات. واخد بالك؟ فده بدا من امتى؟ بدا من ايه؟ انا لما كنت هناك كنت هناك في 2011 2012. مش عارف هم عرفوني ازاي. لكن سافرت لهم اسكندريه مرتين. فشفت قد ايه المسيره ماشيه؟ بناء المجتمعات وبناء الجمعيات ما بيبنيش بين عشيه وضحاها. ما بيبنيش بقرار اميري او قرار جمهوري او قرار ملكي، لا. بيبني ببناء مسيره انت بتمشي فيها اول خطوه. بتحققي اول هدف وكل شويه بتحققي الاهداف بتاعتك، زي احنا بنعرفين بالكلمه الانجليزيه اللي بتبقى زي كره التلج. لما بتنزل من الجبل طول ما هي نازله وبتتدحرج بتكبر بتكبر بتكبر، وتاثيرها قد يكون مدمر للمكان اللي هي نازله عليه. فبدات انتم من 6 سنوات، بدات رساله قرى من 30 سنه ولها تاثير على مستوى الوطن المصري، وبدات اللي هو شباب بيحب الخير من حوالي 10 سنوات الى اخر. فده عشان بس تتمثلوا العمل الحقيقي والواقعي لمبادره بتعيش الفتره دي كلها. اسسنا الجمعيه وعملناها بنحاول بقى ايه يكون كل عملنا مهنيه حرفيه. يعني ايه مهنيه حرفيه في تعريفي انا الشخصي؟ انا الحرفيه والمهنيه معناها حسن اداء، مش محاضرات، معناها التزام بالمعايير. اتفضلوا يا بنات، ده انا مستنيكم من الصبح. اتفضلوا. معناها التزام بالمعايير، التزام بالسياسات، التزام بتحقيق الاهداف، وبعدين مراجعه الاداء كذلك. يعني انا لو اخطات مثلا، دايما انا بضرب مثلا على نفسي الحمد لله وانا من الخطائين الكبار، ان في سنه من السنوات اخطات خطا كبير، كنا بنصرف اموال كثيره وبعدين لقينا ما في في الحسابات ما فيش فلوس. فاكتشفنا الخطا، الخطا ان انا باخد قرار فردي كرئيس بقى ومؤسس وكذا وكذا والناس بتخاف مني، وده خطا لابد تقول لا اقف اشيلوا علينا ايوه ايه الناس. والامر الثاني لما حسينا الاداره الماليه ضعيفه قويناها، فعالجنا الخطا في ان احنا عملنا مجلس اداره عشان يحكمني في الحرفيه والمهنيه، وفي نفس الوقت اسسنا اداره ماليه قويه جدا عشان تحكم الصرف اللي هو استقبال الاموال وصرف الاموال مراجعه الاموال. يبقى معناها الحرفيه بالنسبه لي زي ما انا قلت قبل كده هو ان الالتزام، ما هياش محاضره، ما هياش شعارات، والالتزام ده بيكون اصلا التزام ايماني واخلاقي. انا عندي هصرف من الريال كم فلس، مش كده برضك فلس ولا على بسموه ايه؟ لا، من داخل الريال في كم؟ درهم. درهم. طب والدرهم بتاع الامارات يبقى ايه؟ درهمنا هو درهمهم؟ درهمنا درهم درهمهم؟ وريالنا ريال درهم؟ وريالنا درهم درهم؟ ريالنا ريال درهم، هما نفس ال ريالنا درهم درهمهم ودرهمهم ريال ريالنا. لا، درهمنا ريالنا ودرهمهم ريالنا. لا ايوه لا ايوه صح ايوه صح صح. طب اللي قال لي من الدرهم ايه؟ هما درهم، احنا الدرهم عندنا نص ريال. هنا في القطري اقل من الدرهم ايه؟ اقل من الريال ايه؟ يعني لما تيجي تفهم مفيش مسمى تاني، مفيش فلس كده زي ال فلس، ما عندهمش فلس. احنا اصغر شيء ربع درهم. ايه؟ ربع درهم اللي هو ايه ده؟ بيجيب ايه ده بقى؟ اللي هو ربع ريال. ما يجيب شيء. طيب طيب خلاص توكلنا على الله. يبقى احنا عشان تشوف انت في الريال ده هتصرفي منه قد ايه يوصل لليتيم والارمله والمسكين، دي الحرفيه بقى والمهنيه، وقد ايه هتصرفيه على الاداره المركزيه او هيهدر. فدي الحرفيه، ان كم من المال يصل الى المحتاج بطريقه مؤثره في هذا الموضوع، ده الحرفيه. واضح النقاط دي كلها. بعد كده كل واحد فينا ساعات بيسمي نفسه مؤسسه. سؤال اه، بس في نقطه الناس، نقطه الفلوس الان مثلا كجمعيه تجيكم فلوس، مثلا انا مثلا اعطيكم فلوس صدقه او فلوس زكاه، انتم تحطونها في العمليه البروسس اللي تصير وبعدين توصل للعميل، صح؟ او توصل للمحتاج.
ما فيش تبرع بيوصل 100%. عشان بس لان ربنا قال ولا عاملين عليها. واللي يقول لك لا انا صراحه اقول لك يعني خلي بالك منه. ربنا انا بالنسبه لي شخصيا كده ربنا قال ثمن مصارف للزكاه او المصاريف العامه منها العاملين عليها. لان انت هتجمعي مال الصدقات والزكوات هتحطيه في الحسابات، هتحطي جزء من الانفاق بتاع المشاريع، يبقى انت بالتالي في ليك جزء. الجزء ده يا اخت سميه في بعض الاحيان في اماكن الكوارث اللي هي عويصه جدا جدا، احنا خدنا فتوى واسمعوا الكلام ده، انا قلت لكم ده استثناء قد يصل ل 50%. مش رقم كبير، كبير جدا جدا، بس انا بقول لك ما عشان ده استثناء. ها؟ بحجم الاضرار الجانبيه. وفي الغالب هو بيكون من 10 ل 15% ده المقبول. وعند الغرب بيوصل ل 25%. انا بقول ليه 50%؟ لان احنا في الامور. طب مش تسلم عليا كده وانت داخل؟ عشان ما تطلعش على الكاميرا يعني؟ لان احنا في اماكن معينه ما تستطيعيش تصل اليها ابدا. خطره وعره والعمال فيها قد يموتوا. فبتضطري الكلام ده اصل السوق اللي فيه الائمه. فانت بتضطري بتبصي في المكان ده هتودي مين من العمال اللي يكونوا امناء على المال ويستطيعوا انهم يعيشوا في المخاطره دي كلها. فقد تكون انت تعمل لهم اسمها ايه تامين صحي. يعني مثلا دلوقتي اليمن ما بيدخلوش حد الا لما يكون عنده تامين صحي. والتامين الصحي في بلد زي اليمن قد يكون في الشهر 1000 و2000 دولار اتفضلي 1000 و2000 دولار للشخص نفسه. فتلاقي انت بتدفع مرتب كذا، لكن عشان تعيشي في اليمن، والانسان في اليمن لو حصل له حاجه لازم بيتنقل بالطياره. ها سميه بيتنقل بالطياره. فده بالتالي بيكون في تامين صحي. الشخص لا طبيعي. اللي هو بيشتغل في العمل الانساني. فانت في الجمعيه بتضطر ان في بلد زي اليمن او في الصومال تعمل تامين صحي عالي عشان تنقل الشخص المريض او المجريح او اللي كذا بالطياره من مكان لمكان. فدي حاجات ما كانتش موجوده زمان. فعشان كده لما الفقهاء ده الله يرحمه الشيخ فيصل لما افتنا الفتوى دي كلها يمكن من 25 سنه قبل ما يموت، ها قال علشان توصل ل 50% ممكن تصرف ال 50%. مثلا في اماكن معينه دايما نضرب المثل ده، كان في ما بتقدرش توصلها اي مساعدات زي المناطق اللي فيها زلازل او فيها براكين او اللي فيها فيضانات. زي زمان ما كان في جنوب السودان في ساعة ما كان في حرب ما بين الشمال والجنوب، وكان في ساعة في وقت الشتاء الطرق كلها مقفولة. فالناس بتعيش 6 أشهر هيموتوا من الجوع. مية وما فيش أكل، فبيضطروا يعملوا إسقاط جوي. ونفس الإسقاط الجوي ده حصل في الموصل في مرة من المرات من كام سنة. الإسقاط الجوي عشان تطلعي طيارة 40 طن أو 30 طن بتكلف فيها يمكن الطيارة نفسها 20,000 دولار أو أكتر. فتلاقي تكلفة كيلو الدقيق أو كيس الدقيق ازدادت 10 دولار. صحيح. فبالتالي ده استثناء مش قاعدة. القاعدة هي 15% اللي هي دي يعني التمن يعني واخد بالك. وكذلك في بعض الأماكن لما يكون العمل على المستوى المحلي الوطني قد يكون 5%. اتفضلوا عليكم السلام. قد يكون 5% و10% لما فيش مكاتب كتيرة، ما فيش تنقلات كتيرة، ما فيش تأمينات كتيرة، في دولة بتحميكي واخد بالك. لما يكون على مستوى الوطن ككل ممكن يوصل ل 15%. مثلا لو بلد زي مصر يعني كبيره او زي سوريا او زي اليمن ممكن تبقى تطلع من 10 ل 15% الى اخره. واخد بالك؟ فكل هذه الاشياء بتقاس بايه؟ بالحركه وعدد المكاتب اللي انت بتشتغل عليها. لما يكون ليكي عمل دولي مثلا ليكي مركز رئيسي، ادي المركز الرئيسي اهو، وتحت المركز الرئيسي ده ها كذا فرع. مثلا في اليمن، في سوريا، في الصومال، في كذا في كذا، فكل واحده من دول عايزه اشراف، فبيترفع من 10% 15% ل 20%. فاللي يقول لك في العمل الدولي يا اخت سميه 5% قول له انت ولا مؤاخذه مش صادق. انا بقول لك كده واستعملي اسمي. لا ما تعرفي ليه؟ لان انت لازم تكوني على درايه. صحيح. ما فيش حاجه اسمها 0%. خاصة لما ربنا قال سبحانه وتعالى
ولا عاملين عليك بند من بنود صرف الزكاة. ها؟ فزي ما كان الشيخ علي القرداغي ربنا يديله الصحة قال لك ال 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 الركن الوحيد في الإسلام اللي بني مؤسسيا هو الزكاة، لأن ربنا جعله من أول يوم عامل عليه. واضح؟ يبقى احنا وصلنا هنا للحرفية. عايزين نبقى مؤسسة. تعرف معناها مؤسسة عن ايه؟ يعني ان انا املك هذه الجمعية للمجتمع. ما تبقاش بقى العملية اصل المجموعة دي قاعدين مع بعض، انا بجيب صاحبي وانت بتجيبي صاحبتك ونقعد وتبقى ايه عملية ماشية. لا، بفتح المجال لابناء المجتمع كلهم، سواء كان في من العاملين او من الامناء. فده ايه اللي هو ايه المؤسسية. بفتح لهم المجال عشان يكونوا هم شركاء معايا في بناء هذه المؤسسة وفي اتمام المسيرة بتاعت المؤسسة. ده المعنى المؤسسة. المؤسسة مش اسم، مش زي ما في بعض الناس يقول لك ايه انا عندي فاونديشن. صح، فاونديشن معناها مؤسسة، بس الفاونديشن دي معناها ايه يا اخت سمية؟ معناها انها مؤسسة عائلة. لما كان عندكم هنا في البلد مؤسسات العائلات اللي هي الشيخ كذا والشيخ كذا، دي حاجة عائلية مش من حقها انها تجمع اموال العامة، لكن لابد ان تنفق على انفسها او على المشاريع من اموالها الخاصه، سواء كانت مؤسسه لشركه، مؤسسه لمصنع، مؤسسه لفرد. لان انت قلت والله انا عامله مؤسسه باسم هاني البنا، خلاص هاني البنا هات فلوسك يا هاني البنا وحطها عندنا، او مثلا مصنع من مصانع معينه، او لنادي من النوادي المعينه الى اخره. فمش من حقك انك تاخد فلوس من العامه، انك ما انتش جمعيه عامه. واضح؟ فإن أردنا أن نحول الجمعية دي يا شباب إلى مؤسسة، يبقى المؤسسة لازم يكون لها انفتاح أكتر على كافة المجالات المجتمعية، تستفيد من أبناء المجتمع وتفيد كافة طبقات المجتمع. يكون بقى فيها معايير مختلفة، فيها إدارات مختلفة، فيها تواصلات مختلفة إلى آخره إلى آخره، تستطيع أن تتواصل مع كل التشكيلات اللي داخل المجتمع، فسترتقي الى مستوى المؤسسه التي يملكها مش هاني البنا او جماعه معينه او شركه معينه، لا، مؤسسه تملكها المجتمع واثق فيها المجتمع فاعطيها كل ما عنده. دي المسيره دي ممكن تاخد قد ايه يا بنات؟ مين يقدر يقول لي؟ من العاطفه للمؤسسيه. يمكن 20 سنة عشان تبقى مؤسسة. 20 سنة عشان تبقى مؤسسة، تفضلوا. مين تاني اقترح اقتراح؟ ممكن أقل، يعني يكون التسارع بين الجمعية والمؤسسة أسرع من أصل. خلي بالك ده نمو، ده شجرة بتنمو. إيه بس في نوع أشجار بتنمو عنها. آه. لا شجرة مش مشكلة، أنت قلتي 20 سنة. حتى أنا مش شباب يقول لي حاجة. طبعا مش عايزين اخت سميه هي بس تستاثر والشباب يقعدوا ما يتكلموش. اتفضل. انا ممكن اقول مش هدي رقم بالظبط، ولكن هي يعني على حسب الظروف اللي بتبقى حوالين المؤسسه ديت. اه. ايه هي تواصلاتها؟ بيتكلموا مع مين؟ علاقاتها عامله ازاي؟ هدفها عامل ازاي؟ صوره المجتمع اللي هي فيه؟ بس انا هقول لو انا هقول ان هي تتحول التحول ده كله بالنسبه كبيره مش اقل من 10 سنين طبعا. مش اقل من 10 سنين. طيب مين تاني؟ اتفضل. من ال 20 و 30. مين تاني؟ من مؤسسه، من جمعيه المؤسسه. من الصفر هنا؟ اه من الصفر. نعطي المؤسسه. هو المفروض ان هي تاخد يعني من جمعيه المؤسسه بتاخد اقل من اللي قبلها، فاقل من 20 سنه بما ان عدد الافراد فيها بيكتر بيبقى فيها حرفيه، فبالتالي الانتشار او التطور يعني بيكون في تسارع يعني. طيب كم سنه؟ اقل من 20. 19 يعني؟ 15 سنه. 18. عشان خاطري. مين تاني يا شباب؟ يلا يا بنات. كم سنة؟ في حد قال 30 سنة، في حد قال 20 سنة، في حد قال 15 سنة. أنا بشوف بتعتمد على عوامل كتير. ما العوامل كتير موجودة، بس تقريبا في عمر زمني مقبول. أوكي. فالأم عمر زمني مقبول عندك؟ 15 مثلا يعني. 15. ها حد تاني يا شباب؟ الإغاثة الإسلامية اللي قدامكم دول اللي انتوا بتقولوا عليها ان انا كذا 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 كذا. ها؟ ها؟ عايز اقدمهم؟ لا. الى الان ما خطتش الخطوه النهائيه في بناء المؤسسه. وبقى لها 38 سنه. واو. يعني كلنا غلطانين. لا بالعكس. انتوا اجتهدتوا.
بس هو ما شاء الله عندهم مكاتب مش مختلفين. انا بقول لك مؤسسه معناها ما اهم حاجه قلت لك في المؤسسه الملكيه العامه لها الملكيه العامه لها. فاحنا خارجين لان احنا بدين مشوار من الصفر، فصفريه المشوار بتاعنا بتجعلنا حريصين على مين يجي بعد كده هو يقود المؤسسه، سواء كان مدراء تنفيذيين او من اللي هو اللي هم الامناء. والحمد لله دلوقتي بدانا نعلن عن امناء في الجرائد الرسميه، نختارهم وننتخبه. بدانا نعلن عن اللي هم المدراء التنفيذيين في الجرائد الرسميه، فده جزء من اخر خطوتين في بناء المؤسسه اللي استمرت ها العقد الرابع دلوقتي. فممكن يكون في العقد الثالث او في العقد الرابع، واخد بالك؟ لكن مع ذلك كل اجتهاداتكم صح. بس السؤال الان، هل مثلا عدد السنين يأثر في تاسيس المؤسسه كيعني ثبات وان المجتمع يثق فيها مثلا؟ يعني في احيانا المجتمع ما يثق بسرعه في مكان واحد. ايوه جزاك الله خير. هذا يأثر يعني؟ المجتمع لن يثق فيك بسرعة إلا إذا أظهرتي ثمرات للمجتمع، وثمرات المجتمع ما تطلعش هنا ولا هنا ولا هنا، تطلع لما دي بتتأسس، ودي بتاخد لها من 5 لـ10 سنين، واخد بالك؟ وبعدين المجتمع يسأل عنك ويشوف إنتاجك. يعني أقول لك صلي على النبي، إحنا كنا في الثمانينات بنعمل إيه؟ كان عندنا مشروع عشان نوصل نبني الثقه اللي بتتكلم عنها دي ازاي. فكان في رمضان بناخد عربيه نلف بيها بريطانيا كلها، نبيت في كل مسجد ليله علشان المجتمع يسالنا، معانا الاوراق، معانا الحصالات، معانا كذا معانا كذا. فطالما انت وصلتي للمجتمع وقلت له انا هنا، بدا المجتمع يسالك وجها لوجه، مفيش حاجز، مفيش حجاب بينك وبين المجتمع. ففي ناس ما زالوا الى الان من عصر الثمانينات ده يتذكروا الرحلات الرمضانيه اللي احنا كنا بنعملها، لان انت كنت بتروحي فين؟ تقعدي مع الامام، تقعدي مع الخطيب، تقعدي مع المصلين كذا كذا، ويشوفوكي. وبيقول مثلا ايه، سميه دي هي اللي اسست المؤسسه، هي جت تقعد معانا وسالناها كل الاسئله، فبدات الثقه تكون بطريقه مباشره. وده اللي احنا استطعنا بفضل الله سبحانه في العشريه الاولى اننا نصل لهذه القواعد الشعبيه عشان يثقوا فينا. لما جت الكوارث الكبرى زي زلزال ايران سنه 1990، او فيضان السودان في 1989، او اللي هو فيضان بنجلاديش في 1991، او حرب بوسنه اللي انتم يمكن ايه دي؟ نسيت الموقف. لا بوسنا في السرايب دكتور، والله اتذكر سرايبرينيتسا. كان حرب اسمه بوسنيا لما اليوان اخذوا الناس اللاجئين، لما خرجوا تركوا الناس. بعدين الناس دي كلها ذبحوا، السرب ذبحوه. اعمل كده طيب. شايف يا ريهام؟ زوم يا زوم. لا ده شعار الحب والسلام. ابدا لا مش مشكله، لا لابد نعمل لهم رحله يروحوا سربنيتسا ويروحوا سراييفو ويروحوا دي كلها. خلاص وانا معاكم. ها مول واحنا تحت امرك. انا افول مش امول. طيب خلاص. فانا كنت بس بقول ايه، فلما جينا احنا في الفتره دي بعد ان احنا مشينا في الجوامع دي كل رمضان بنروح، جم الناس اقبلوا علينا لما جت قضيه البوسنه في 92، لانه شافونا معاهم في المساجد في المحتديات في كذا في كذا في كذا الى اخره. فالثقه بتبدا زي ما احنا بنقول كده هو في العشريه الاولى بنتكلم عنها. العالميه بتيجي انت عايز تعملها زي ما انت عايزه. عايزه مؤسستك تشتغل على المستوى المحلي والوطني، انت صاحبه القرار. عايزه مؤسستك تشتغل على المستوى العالمي، انت صاحبه القرار. انا مستنيكي، انا من غيرك مش عارفين نتكلم. خش يلا خبي بسرعه خبي بسرعه، خش يلا اتفضلي. احيانا مثلا المؤسسه تكبر تروح عالميه، يعني وجهه نظر المؤسس او الامناء او اللي موجودين في المؤسسه بشكل عام
ان هذا بالعكس تفوق او يعني خطوه اعلى مش حاطه الهرم اعلى، ولكن ممكن النقطه هذه او القفزه تاثر على ما سبق كله لانه يكون في اكثر من شيء. فاهم قصدك؟ ما هو ذا انا عارف شيء معين او انا تركيزي في مكان معين غير لما كنت تركيزي اكثر من مكان. فانت قرارك قرار العالمية يا أخت سمية قرارك أنت. أنت يأثر على سير الأشياء؟ لا لا ما يأثرش لأن أنت صاحبة القرار. أنا هرجع أقول مرة ثانية 100 مرة صاحب القرار في الوطنية وفي في العالمية أنتم. أنت قلت والله أنا عايز في قطر أشتغل في كل مدينة في قطر، في كل حي في قطر، في كل شارع في قطر. خلاص لأن ده في شغلك مش سهل. أو أنا عايز أخرج من قطر وأشتغل في أفريقيا، او عايز اخرج من قطر واشتغل في اسيا، او عايز اخرج من قطر واشتغل في اوروبا واشتغل في العالم. قرارك انت. فبالتالي وانت بتطلع الرؤيه بتحطي معايير لبناء هذه الرؤيه من داخل المؤسسه نفسها، واخد بالك؟ فبالتالي ما ينفعش يكون عندي 40 مكتب في الخارج وانا ما عنديش اداره للمشاريع او اداره للمكاتب او اداره للاعلام او اداره للماليه. فكل هذه الاشياء تبنى ها لما يكون انت رؤيتك واضحه انك عايز تخرجي من وطن واحد لأربعين مكتب في الخارج. طيب دكتور عفوا السؤال الأخير، الأثر هل ممكن يكون مؤسسة محلية بس يكون أثرها يوصل للعالم بدون ما يكون عندها أماكنها؟ يعني لو أنت أثرك أصبح في الوطن ملموس هيجيلك العالم، لأن أنت عندك تجربة ما حصلتش في أي مكان في العالم. وده حصل معانا في قلنا في مشروع نبدأ نشتغل فيه في مصر في سنة 2000 أو 2001 2002 ها، اللي هو مشروع رعاية الأطفال المعوقين حديث الولادة. كان في 10% من نسبة اللي هم الأطفال اللي بتولدوا تقريبا عندهم إعاقة. فعملنا ده المشروع ده اللي أصبح، وكان كله بيقيدوا الأخوات يعني بنات يعني. فأصبح المشروع ده مشروع رائد، وكان ليه 3 مراكز في حلوان. كان تأتيه اللي هو الـ 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 الأهالي من كل المحافظات، وفي نفس الوقت بدأت بعض الجمعيات تأتي من الخارج عشان تتدرب فيه. لا مش تطعيم، تدريب وتأهيل الأطفال، الأطفال اللي هم الايه حديث الولادة اللي هم عندهم إعاقات، واخد بالك؟ فده الموضوع ده. فأصبح الناس لما عرفوا عنك عالميتك أصبحت على قاعدة وطنية، خدت بالك؟ نوع من أنواع العالمية. لك أثر ما له علاقة، مش مشكلة. طيب الصناعة دي بقى معناها ايه يا بنات وشباب؟ العمل الخيري صناعة مجتمعية، اندستري. مين بتوع الهندسة؟ والاندستري دي بتخش في كل كينونة من كينونات المجتمع. معناها ان انا بخش في كل بيت، في كل شارع، في كل حارة، في كل مجال، من المية للصحة للتعليم للتأهيل للزواج للطلاق لكل الحاجات دي كلها. ليه؟ لان بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن مجتمع كامل. يبقى لو انا شفت ان العاطفيه بتاعتي عايز اعمل منها صناعه، هوصل للعالميه وهوصل للمؤسسيه، لان انا عارف ان في هرم قمته صناعه. لكن لو انا نظرتي قاصره وقلت ان عايز بس اعمل لي مشروعين 3 كل سنه، يبقى هدفي هيكون ايه؟ جمعيه، وخلاص هقف على كده. وده مش غلط ومش حرام، كل واحد بيمشي على حسب وجهة نظره وعلى حسب الرؤية بتاعته. واضح؟ بالنسبة للهرم ده أول هرم. عايز نسأله في حاجة ولا أرسم الهرم الثاني؟ تفضل. احنا اتكلمنا إنه في جمعية ومؤسسية، طيب في بيكونوا أشخاص مثلا زي دكتور عبد الرحمن الصميت قبل ما يعمل الجمعية أصلا، قبل ما يحصل مؤسسة، كان الناس كان هو بيروح لوحده أو معاه ناس، كان الناس بتديله إنه فعلا هكذا بتبدأ. هكذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده. بس هو مش يعني يعتبر لا بس يعني مميز قصدي، يعني مش كل الناس بتوصل. لا معلش، هكذا بدا الرسول المؤسس، فبالك بدا لوحده، وبعدين جه بعدها بالصحابه، وبعدين بعد كده من الصحابه دول كون الدوله، بدا يؤسس للدوله في المدينه. حتى اللي اسس للدوله وقواها وبناها بعد كده مش هو، كان سيدنا عمر لما بدا يبني الدواوين فيما بعد. ومع ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيمشي ويكلم كل واحد في موسم الحج الى اخره، ها بعد ال 23 سنه دول من عمله الفردي اللي اصبح العمل جماعي الى اخره، بدات الدواوين والادارات تتكون في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فدي مراحل تمشي فيها، سواء كان
عبد الرحمن السميت، سواء كان علي، سواء كان محمود، الى اخره الى اخره الى اخره. اتفضلي. في الدواء ولا طيب اتفضلي. صح. طب رايك احنا كمبادره شبابيه حاليا، شنو اللي ممكن يساعدنا ان احنا نستمر ونتطور ونوصل لهالمراحل؟ اول حاجه التدوين، اول حاجه كل شيء دونوه، دونوه اداريا، دونوه ماليا، وراجعوه، وراجعوا اخطائكم وراجعوا انجازاتكم علشان تبنوا عليها. لو احنا ماشيين بالبرلمه وسبهلله كده مش هننجز حاجه. فلابد كل 6 اشهر على الاقل يكون لكم اجتماع علشان تشوفوا انتوا اخفقتوا في ايه وانجزتوا في ايه، الى ان تخرج منكم مجموعه تستطيع تقول للدوله هنا هو احنا عايزين نعمل جمعيه الى اخره. فلنعرف في الفتره دي كلها كيف نعمل مشروع، كيف نحول المشروع ده لشيء ملموس، كيف نظبط الحسابات بتاعتنا. الحاجات دي كلها هي تعتبر اساسيات عشان اللي يجي بعدك. مثلا انت في سنه رابعه ولا سنه ثالثه؟ رابعه. يعني ممكن السنه الجايه يسيب المبادره وحد ثاني من الشباب يجي. فاللي يجي يلاقي في شيء مكتوب. احنا مشكلتنا يا بنات ويا شباب ان احنا ما بنكتبش. كان زمان بيعلمونا حاجه واحنا صغيرين في المدرسه، العلم في الراس مش في الكراس. ده كلام بطاطس. ده العلم في الراس مش في المعلم في الكراس مش في الراس. لأن الناس ممكن يحصل لها حاجة والعياذ بالله. أنا أعرف شاب من حبايبي جات له الكورونا، جات له جلطة في المخ، الشل. كان مبدع صغير في السن، يمكن ما كانش 50 سنة. وهكذا. فالعلم دايما يا أخت روضة، يا أخت روضة، العلم في الكراس. وده الفرق بيننا وبين الغرب. هما بيدونوا وبيسجلوا وبيقطروا. وده اللي يخلي حاجة زي جوجل والفيسبوك والحاجات دي بياخدوا كل المعلومات الاساسيه اللي عندنا ويبيعوها لنا بفلوس. صحيح. ويتحكموا فيها في ثقافتنا وفي مستقبلنا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فلا بد شئتي ام ابيتي، لابد. شفت الجدعنه والتنطيط ده والحاجات دي كلها. ممكن يكون في لعيب ممتاز جدا، انا فاكر اسمه جورج بيست، كان احسن لعيب كره في العالم. كان يقعد ياخد ال 11 لعيب اللي قدامه تيك 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 وما يجيبش جون. طب انا عملت بيك ايه؟ ها؟ ما ينفعش. فلازم في الاخر تسجلي، اتوسل اليكي واتوسل اليكم، سجلوا وراجعوا اللي انتوا سجلتوه. والحمد لله مبدئيا احنا بالفريق هذا اللي قاعدين نطبق، نحاول دائما. ده مش نحاول، اوعي. لا نحاول نطوره، احنا ندور ولكن نحاول نطوره. وليا فيها مرائب، ايه مرائب، مقارب، مقارب اخرى. هش بيها على غنمي ومقارب اخرى، انت المقارب الاخرى. ها؟ فارخ عصاك يا موسى فاذا هي حياه تسعى. ها؟ وانت من ساحه فرعون ولا من اهل موسى؟ اتكلمي. اهل موسى. خلاص اتفضلي كملي، عشان في اخت نور عايزين يتكلموا. اتفضلي. خلصتي؟ بس هاي النقطه ان احنا ندون ولكن نحاول نطور بطريقه تدونوا وتناقشوا عشان تنقحوا اللي دونتوه. هو دائما الاجتماعات مستمره وهي لا اجتماعات كمان يكون في عمل. خلاص؟ اتفضلي. مين بيتكلم؟ رفع ايده. اتفضلي. لا لا التميز في مجال مثلا سيف ذا تشيلدرن اللي هي انقاذ الطفوله شغاله في الاطفال. مؤسسه اسمها الفرنسويه اسمها ام اس اف اللي هي اطباء بلا حدود في الطوارئ والكوارث الطبيه. خلاص وهكذا. مش مهم، مش مهم انك تعملي في كل حاجه. في مراتكم في جشع يبون يتطوروا وما يصير يتطوروا؟ جشع محمود. ما فيش حاجه اسمها جشع محمود. لا يعني انا قصدي الحين احنا مثلا تميزنا في شيء معين، تمام؟ ممكن يكون في يعني واحد يبي يسوي جهاز جديد. التجديد يكون مدروس. لا مش تجديد لعبه. تجديد. لا لا ما فيش مشكله. انا رئيس المؤسسه، عندي حاجه جديده عايز اعملها. ما نزلتش كده وكان انا اوحي الي، انا مش رسول ولا نبي. فاقعد مع الناس اناقش. قد يكون الفكره بتاعتي جميله جدا لكن الناس مش هيقدروا ينفذوها. او المجتمع مش هيتقبلها. او ما عنديش امكانيات ليها. مش كل فكره جميله جه وقال بيها رئيس المؤسسه او مؤسس تكون صح. حتى انا احد الاشياء كنت باجي بسافر كتير جدا وارجع والاقي ان انا عايز كل يوم اعمل
حاجة، لكن عندي ورايا مؤسسة كبيرة، مش معقولة كل يوم هتيجي تغير المسار بتاعهم. ساعات ماشيين بخمسين كيلو في الساعة، 80 كيلو في الساعة، 100 كيلو في الساعة. لا، احنا عندنا برنامج، فالتزام بالبرنامج. الا لو كان في شيء استراتيجي لابد نعمله، فنغير استراتيجية العمل بتاعنا من اجل هذا العمل الاستراتيجي اللي هيأثر على المؤسسة اما سلبا او ايجابا. الاخت اللي ورا كان في حد فيكم؟ طيب تفضل. حاضر يا حاضر حاضر. مش هيرجعوا، انا عارف. لا مش هيرجعوا. كمل يا ابني. ما هي اسباب فشل المؤسسة؟ الانسان. ايه اللي في الانسان بيأثر؟ اللي هو انه بيحددش الهدف، واخد بالك، وبتتشخصن المؤسسة. يعني تعرف شخصنة المؤسسات معناها ايه؟ معناها ان انا اقعد طول عمري. انا اديك اجمل مثل قدامي. انا تركت الاغاثة الاسلامية سنة 2008، يعني من كم سنة؟ 14 سنة، يعني 13 سنة ونص. ماتت؟ لا ما ماتتش. جه بعدية هارون، صالح سعيد، محمد عشماوي، ناصر الدين حاج حامد، وحاليا وسيم احمد. خمس رؤساء للمؤسسة التنفيذيين. مؤسسة خرجت؟ لا. ميزانيتها قلت؟ لا. فانت مفروض علشان ما تفشلش المؤسسة تكون سايب معاك كوادر يستطيعوا انهم يكملوا المسيرة. الانسان الضعيف دايما بيربط الناس بيه. الانسان الضعيف، القائد الضعيف دايما بيجيب الضعفاء حوله. الحاجات دي خطيرة جدا. الانسان الضعيف دايما بيشخصن العمل. لو كده مثلا عايز حاجة، اصل هي بسببها هي. لا مش بسببها. الاخت بتقول لك اقتراح. بص الاقتراح ما بصلهاش هي. في خلاف بينك وبينها، هي انت حر. لكن هي بتتكلم عن اقتراح، تنفذ الاقتراح ولا لا؟ فهنا ده اللي بيفشل المؤسسات، اللي هو التسلط، او ان كل مؤسسه بيحكمها مجموعه واحده تتسلط فيها، سواء تبع حزب واحد او ثقافه واحده او الى اخره. ودي هتلاقوها في كل الاماكن في العالم. دول لا، من الداخل يعني. هتلاقي مجموعه ايه من الناس بيقولوا كده. واخدين مالكم؟ طب اتفضل. عندي سؤال عن الجمعيه نفسها. الجمعيه مش غيرت الفكر، بس هل جددت طريقة الطرح نفسها؟ ممكن تجدد تغيير الطرح، ممكن تجدده. يعني كل شيء ده جايز، بس لابد انت وانت بتغير او بتجدد الطرح ما تفتنش اللي معاك. لان اللي معايا انت مثلا في المرحلة الاولى المؤسس بيكون هو صاحب القرار. بعد كده بيكون عندك موظفين كتير. وليهم اراء مختلفة. فما ينفعش اللي انت كنت تعمله وانت لوحدك تعمله وانت ما عندك 10 او 15 مدير. لأن لازم يكون لهم رأي، إلا ولو أنت جبت بعض المدراء إمعات، يبقى بالتالي هيوصل اللي أنت قلت عليه إن هو هتفشل المؤسسة. بعد التشاور يرجع لي. أيوه. لا لا، هما هو القائم ممكن يكون كولكتيف يعني متشاوري، وبعدين بيرجع هو في الآخر. لكن مثلا ما تتسلطش أنت في التجديد. طبعا التجديد مش بيبقى مفهوم من كل الناس. مش بقى مفهوم. وقد يؤدي الى نجاح. بس هو عدم التجديد. اكيد عدم الرتابه بتؤدي للفشل. اتفضل. الحداثه، لو حضرتك مثلا شهدت فترات كثيره، هل الحداثه ادت لتقصير عمر الهرم ده؟ يعني ايه حداثه؟ انا مش فاهم. اللي هو النظام اللي دلوقتي العالمي الجديد، هل قصر المده عمر الهرم ده ولا زي ما هو؟ هو الهرم، انا اقول لك حضرتك حاجه، اللي هو الشجره بتاعه المانجا عايزه 5 سنين، النخلة عايزة 5 سنين، الزان والبلوط عايزة 20 سنة، وهكذا. مهما عملت في الأرض هيبقى هي 20 سنة. عايز تزرع ملوخية أسبوع وأسبوعين. عايز تزرع حشيش أرانب أسبوع وأسبوعين. عايز تزرع بامبو اللي هو بتاع البتاع ده ياخد لها مثلا شهر أو شهرين إلى آخره. أنت عايز تزرع إيه؟ كيماويات مسرعه. هو ده هو قصده بالحداثه، نفس الكونسيبت على نفس المبدا. انا ما في نوعين من الكيماويات، في اورجانيك وفي نون اورجانيك. وفي كيماويات ثبتنا انها جابت لنا حشرات وبلاوي زرقاء، صح؟ طبيعي. بس هي بتزرع النمو، صدر مع صدر مع مادي حقن، مادي حقن هرمونات للفراخ، وبيجي لي سرطانات بعد كده. خدت بال حضرتك؟ وبتنفخ الفراخ بالميه، وبتكبر الفرخ كتكوت، يبقى فرخه في شهرين ثلاثه عشان ابيعه. وده شيء غير طبيعي. هم ليه رجعوا للاورجانيك اللي هو بتاع جدي وجدتك؟
او اب جدتك كمان لجد يعني جد جد والدك، لانه لقوا حتى ان الحاجات الكيماويه دي مضره، والحاجات اللي بيسموها يا ربي البايو دي اسمها ايه اللي الجينيتيك موديفايد دي مضره، محدش بده ياخدها. فبالتالي يعني اذا لما نرجع بقى العلم لابد يكون ماشي معاه اخلاقيات. يعني مثلا اما تخلي البقره علشان تاخد انت لبن اللي هو العجول بتاعتها، فتاخد تسحب منها العجول وتبقى انت تسحب بتحلب اللبن، ده شرعا غلط وحرام، غلط وحرام. لما تحبس الفرخه وتخلي الفرخه عايشه 24 ساعه على الضوء عشان تبيض لك، شيء غير طبيعي. فلذلك يا اخي الفاضل اسمك مهند، حتى انت سيف يعني مهند، الماركتنج الجديد ما عندوش اخلاق، واحنا بناكل منه، واثر علينا واثر على فكرنا واثر على ثقافتنا واثر على تكويننا بكل الكميات اللي بتتكلم عنها. احنا ما نعرفش بناكل ايه دلوقتي، ومنتهى الصراحه ما تعرفش بتاكل ايه. ها تقول ايه؟ شفتي اخبارك؟ فلذلك الحداثه وفرت وسائل تسريع. انا ما عنديش مشكله، العالم كله، العالم كله في اراضي ممكن تزرع وتكفي العالم باسعار رخيصه. انا بتكلم على الهرم ده، على كلام عبد الله، ان الحداثه وفرت وسائل، التكنولوجيا هتساعدك ان انت تقرب تاثر مسافات التكنولوجيا العالم ببعضه مثلا. كانش الاول مثلا التكنولوجيا هتساعدك 100%. اخبارك يا مثلا الكلام اللي احنا عملناه في سنه ممكن يتعمل في 6 اشهر، بس مش هتعمل في يوم او في اسبوع، لان يعني في عمر زمني للتدريب. واخد بالك؟ انت ابنك اللي اتخلفته مش هتدخله الجامعه وهو عنده 10 سنين او عنده 9 سنين او 8 سنين، ففي عمر زمني لنمو الطفل علشان يتحول ايه؟ يستوعب المواد اللي هيدرسها في الجامعه. فبالتالي بتسرع هذه الاشياء، لكن ما ايه؟ ما بتبقاش 50% او 60% اقل مما كانت من قبل. ده بس عشان يبقى الامر واضح. واضح؟ فالتدرج مهم جدا. ايوه يا اخت ريهام. لا واضح. ها؟ طيب عايز تعقيب على النقطة الثانية اللي هو اتفضلي. طيب اللي هو مثلا لو شركة مثلا عندها ميزانية كبيرة مثلا، ومثلا الهرم ده هي بتضخ فلوس في مثلا في حتة معينة عشان تسرع مثلا، أو تسرع إيه؟ تسرع المرحلة ديت اللي هي مرحلة إيه؟ مثلا من مثلا عايزه تكون مؤسسه فمعاها فلوس، فتضخ مثلا تضخ فلوس عشان تجيب موظفين تجيب كذا، تضخ فلوس مثلا في مشكله تروح تضخ فلوس بس يعني تحلها بالفلوس. هل دي الحل في الفلوس ما بيكونش ناجح 100%، ما يجيب ثقه. ها ما يجيبش ناجح 100%. يعني انا اديك مثلا، مش انت من مصر، في نادي اسمه بيراميدز صح، في نادي اسمه الاهلي والزمالك، مهما كان الزمالك كبا كذا كبوة خد الدوري السنة اللي فاتت. البيراميدز خد الدوري؟ لا. وشاريين كل اللعيبة الكبار اللي أنت بتتكلم، جايبين أشياء مش متجانسة. واشتروها بكل شيء. العصر الذهبي لمانشستر يونايتد كان عصر اسمه فيرجسون، اسمه إيه؟ أليكس فيرجسون. اللي ربى فيه بيكر. بيكم؟ بيكم. 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 العصر ده بتاع النادي الاهلي في مصر اللي ربى فيه اللي هو عبد صالح الوحش، عبد العزيز عبد الشافي تحت 14 وتحت 16 وتحت 18 الى اخره، اللي خد 11 مره الدوري ورا بعضه. فلما تنظر لمثل هذا الامر، ولما تنظر لاشياء زي بيراميدز اللي بنتكلم عنها دي كلها، فلابد يكون لك انت كور جروب، يعني مجموعه ثابته من ابناء النادي عندها ولاء للنادي عشان تكمل المسيره. انت كانك انت بتجيب مجموعه من المرتزقه مش هيلعبوا لما ياخدوا البدلات بتاعتهم. خدت بالك؟ فمش كل شيء التجاره تعمله بينفع في العمل الاجتماعي. وبعدين ما فيش حاجه يعني ايه؟ قران، ما فيش، احنا كلنا بنجتهد، ما فيش حاجه اسمها قران وحاجه اسمها انجيل، كل دي اجتهادات. لكن بالتالي اكتر لو انتوا بس عشان صلاه المغرب، اكتر شيء بجد في التحدي، انا طبعا مبسوط جدا النهارده يا اخت ريهام، لان انتوا قولوا ان شاء الله. انتوا اللي هتكملوا المسيره،
لان انتوا سنكم العمري في العقد الثاني او بدايه العقد الثالث لو في اول العشرينات. انا خلاص داخل في العقد الثامن يعني من اول شهر ديسمبر هيكون عندي 71 سنه، انا عديت ال 70 واخد بالكم. بغض النظر اصل العمليه مش دعاء، العمليه حقيقه واقعيه ملموسه. مين اللي هيكمل؟ انت هتكملي وانت هتكملي وانت هتكمل وانت هتكمل وانت هتكمل. هل انتوا كلكم هتكملوا؟ قد يكمل منكم خمسة او عشرة، مش مهم الكل يكمل، مش مهم الكل يؤمن، لكن مهم حد يكمل. فالمسؤولية الملقاة على عاتقنا يا شباب هي اننا نكمل وان نبني قدراتكم انتم واحنا احياء لكي تستطيعوا ان لا تخطئوا الاخطاء اللي انا اخطأتها قبل كده، وتقعوا في نفس الاخطاء بتاعتنا علشان تكملوا المسيرة اسرع. يعني اذا كان الموضوع خد حاجة و30 سنة زي ما بقول لكم، ممكن انتوا عندكم 15 سنة او 20 سنة او 25 سنة الى اخره، لكن تعرفوا اساس البناء، اساس البناء في اي عمل هو بناء الفرد القادر او القادرة على حمل المسؤولية. ما انت ممكن تكون واخد دكتوراه واخد كل التدريبات، ويوم ما تيجي حاجة كده تطلع تجري وتسيبها، صح؟ ما فيش مسؤولية. العملية مش عملية دكتوراه بقى وتدريب وكذا وكذا، لا هي رسالة، هي رؤية، هي مهمة، واخد بالك؟ فبالتالي احنا عايزين معاكم ان شاء الله اننا كيف نحمل المسؤولية لنسلمها الأجيال اللي بعدينا، لأن المجتمع ده إرث 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 حضاري استأمنه عليكم ربنا سبحانه وتعالى. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ها؟ والجبال فأبين أن يحملناها فأشفقنا منها فحملها الإنسان إنه إيه؟ كان ظلوما جهولا. فبالتالي الإرث ده أنتوا تشيلوه، بس عشان نشيله نعرف نشيله إزاي، عشان نتقدم بيه نعرف نتقدم بيه إزاي. وأساس هذا الموضوع هو الإيمان بالعمل اللي إحنا بنقوم بيه، إيمان، ها؟ برسالة العمل. وفي نفس الوقت عدم ال 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 اسمه إيه؟ الملل، ولما استيأس الرسل، عدم اليأس. انا دايما اضع نفسي موضع الارملة السورية او الطفل السوري اللي مات من التلج وجمد، او اللي بتوع الرهنجة، او زي ما ذكرت قبل كده، او فاحنا الحمد لله ان ربنا يعني انقذنا من هذا، لكن علينا ان نرفع المعاناة عن هؤلاء، دي المسؤولية، واخد بالك؟ فبالتالي السعادة في اللقاء بتاع اليوم مش في الكلام اللي انا قلته، اوعي يا ريهام تفتكر الكلام اللي انا قلته هو ده السعادة. السعادة في انكم تستوعبوا الدور اللي انتوا هتقوموا بيه، وعظم المسؤولية اللي انتوا هتقوموا بيها، وابعاد المسؤولية اللي هتقوموا بيها، لان العظم شيء والبعد شيء، ومدارات ومجالات المسؤولية اللي انتوا هتحملوها، ها، وهتوصلوها للاخرين، ده هو السعادة. وانا لما بلاقيكم قاعدين ولغاية دلوقتي انتوا مركزين، مش سهل ان حد يركز الساعة 5 بعد ما يكون قاعد محاضرات من الساعة 9 الصبح للساعة 5، وبعدين واحد يجي له واحد كده يتكلمه كلمتين كده اي كلام يعني في اي زمان، وبعدين يقعد مركز، لا، ده معناه ان في نجاح. ان شاء الله النجاح يكون على مستوى فرد واحد، سواء هذا فرد كان فتاة ام فتى، كهل ام شاب الى اخره. فالامل معقود بنواصيكم ان شاء الله، صح يا هشام؟ وانت هشام افتكر، لا تعال بنفتكر الايام الحلوه اللي ما كانش في حد بيجي فيها، كان احمد حازم بيحاول بقدر الامكان يلم الناس من ايه، من كل سيكشن وكل مدرج وكل مكان. فالحمد لله بدات المسيره زي ما اتكلمنا، كنت في غياب سعادتك، وايه النعيم اللي انت معاشاه فيه ده؟ طب مش تسيب لها حبة أكل؟ أنت دايت يا دكتور خلاص. كسرت كمان الترابيزة؟ إيه القوة دي يا أنت اسمك نجم؟ إسراء. فأنا بنشكرك أخ أحمد حازم لأن أنا تعلمت هذا العمل على يديك. لا حاشا دكتور والله. يا حاشا دي. أستاذنا يعني على أستاذنا. يا حاشا دي. طب ما حاش، لو ما حاش هنعمل إيه؟ هيبقى محشي؟ ممكن زي ما تحب. فنشكر أخونا أحمد حازم لو كان من الرعيل الأول أهل بدر. لا ممكن تتكلم من بعدك بقولك اتكلم بقى.
قول لهم السلام عليكم عشان بس اسمع صوتك. السلام عليكم. لا يعني يعني طبعا يعني اتكلم. الاضواء كلها مسلطه عليك. حاضر. والا ساسلط هذه. حاضر. لا والله هو يعني جزاكم الله خير على الحضور. الواحد هنا بيجي يعني بيتعلم من حضرتك الكثير وبيجي اصلا بيجدد يعني بعد الجامعه الواحد بيحس كده ان هو ايه في الشغل ودنيا الشغل دي دنيا وحشه جدا ويعني الجو الجامعه ده ستفتقدوه ما بعد الجامعه يعني. فبيجي هنا الواحد بيحس ان هو بيجدد جزء كبير من طاقته ومن ايمانه يعني ومن حاجات كتيره كانت كويسه فتره الجامعه يعني. فجزاكم الله خير ان انتم محافظين على الكثير من العطاء وربنا يجعلكم يعني منارة لكل خير يعني مفتاح عليكم وينفع بيكم يا رب والله. ولو يعني الدكتور مدام شكر فيعني في ناس كتيره جدا غايبه هنا ساهمت في بناء الفريق وكان ليها اضعاف المجهودات وهي لا تذكر ولا تعلم اصلا يعني ممكن اسميها لا احد يعلمها اصلا. فدوت هو الاهم في الاخر عند ربنا وهم دول اللي بتقام بهم المؤسسات. واكيد دكتور هاني شاهد على نماذج لا يعلم عنها احد واقامت المؤسسه الكبيره اللي الدكتور ساهم في انشائها وما زال يعني اثرها بفضل الله مستمر في اكثر من 47 دوله حتى في العالم حتى الان لغاثه اسلاميه عبر العالم. ودي مؤسسه يعني الكل بيتعلم منها الى الان. فهذا هو ايه مربط الفرس ان النيه تكون صادقه يعني. بس طيب هل هو يقوم بدوره على اكمل وجه معك في البيت ام تريدوننا ان نقيم عليه الحد؟ بقول لك ايه نشرني كده دكتور. ها لا تمام يعني انت هتخلص ذنوبك في البيت. ها خلاص. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. طيب طالما الجلسه مفتوحه يبقى احنا اول حاجه في الجلسه دي يا شباب اللي انا فرحان بيكم لان انا حاسس ان انا مش هموت. تعرفوا ليه؟ لان ما يموتش الا الانسان اللي ملوش دور في الحياه حتى لو كان الدور ده قد كده. لكن لو الانسان اللي زيكم سلم الدور ده لمن بعده او لمن معه لن يموت. سيكون خلود هذا الانسان فيما يقوم به المجتمع من ادوار. ونذكر في هذا اخونا الفاضل رحمه الله عليه الدكتور عبد الرحمن الصميت وغيره كتير جدا وغيره زي ايدي في حد فينا باكستاني مولانا ايدي اللي هو كان عامل بيبيع الـ 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 الاشياء على البيوت بعد انفصال باكستان عن الهند في عام 1947 وعمل مؤسسه اسمها مؤسسه ايدي فاونديشن ومحمد يونس وكل هذه الاشياء الناس اللي هم النجوم اللي فعلا قبله وبلاء الحسن. فلذلك لن يموت فرد منا قبل بلاء حسن وسلم هذه الرايه لمن بعده. مش فقط سلم الرايه يا شباب يا بنات ويا شباب بل علم من بعده كيف يسيرون على هدي هذا الطريق. الطريق ده ورساله العمل الانساني هي جزء من رساله النبوه. جزء من رساله النبوه وهذا ما ذكرته السيده خديجه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما اوحي اليه وجاي يقول لها دثريني 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 وخايف بعد سيدنا جبريل ما نزل عليه قالت له والله ان الله لن يخزيك ابدا لانك تقري الضيف وتعين المحتاج وتحمل الكل وتعين على مصائب الظهر وتصل الرحم. يعني كل الاشياء اللي كان بتتكلم عنها السيده خديجه كانت شخصيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الاجتماعيه المجتمعيه الانسانيه قبل ان يوحى اليه. فالعمل ده مستمر وكان العمل ده بيقوم باثنين. السيده خديجه كانت اللي هو العمود الفقري للمصطفى صلى الله عليه وسلم المثبت للمصطفى صلى الله عليه وسلم المنفق على رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤازر للمصطفى صلى الله عليه وسلم الناشر لدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شاف ده اللي يجي زاهد عندنا دلوقتي ويقول المرأة كذا ومش كذا جاي منين انت؟ جاي منين انت؟ احنا من اول يوم المرأة تقود وهي الدراع الأيمن لسيد الخلق وسيد البشر وسيد الخلائق متمثل في أمنا خديجة رضي الله عنها ثم بعد ذلك أمهات المؤمنين ثم بعد ذلك كذا وكذا وكذا وكذا. والتاريخ الإسلامي وخاصة التاريخ العربي يبرز شخصيات غير عادية
سواء كان في المغرب العربي او في الاندلس او في العراق او في اللي هي الجزيرة العربية او في الشام او 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 الى اخره. يعني سعيد بن المسيب مش فاكر الاسم مين هو سعيد المسيب ولا المهم عشان ما غلطش في اسم التابعي. سيدنا الامام مالك اما كان يجي له تلميذ من تلامذته ويحاول يرجع عليه الفقه كان يقعد هو في الغرفة كده والتلميذ قدامه وبعدين فاطمة بنت الامام مالك من ورا الباب لما يغلط التلميذ تعمل كده وقف يوم الامام مالك يقول له راجع انت غلطان. مين اللي كان بيصححه؟ فاطمة بنت الامام مالك. اوعى تقول المرأة ما كانتش عالمة في يوم من الايام، ما كانتش مدركة في يوم من الايام، ما كانتش رائدة وقائدة في يوم من الايام. الثقافات اللي جات لنا الغريبة المقيتة بتجعل الانسان خاصة لابس الحجاب والنقاب ها ينظر اليها نظرة دول. ليه انت مالك؟ انت بتسعر، انت حرة، انا مش عايز اتعرى، ايه مشكلتي؟ ما هو انا بقولك ايه. فلذلك انت اسمك ايه؟ امينة. امينة، هو انت ام الرسول صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانت طيبة. لقد ولدتيه، مش ولدتيه بالامس ولا اليوم ولا ها المولد كان امس؟ مش كان امس انت ولدتي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المهم فلما ننظر لمثل هذا الامر مش هي حريه شخصيه؟ يعني كان عندي محاضره في مؤتمر نسائي في واشنطن دي سي في 2006 مش عارف ولا 2000 وحاجه، وبعدين اللي قاعدين قدامي بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، استغفر الله العظيم بس بسم الله ما شاء الله، استغفر الله العظيم بس بسم الله، شيل بسم الله ما شاء الله، استغفر الله العظيم. وبيتكلموا على حقوق المرأة وانا قاعد، انا طبيب اصلا. اول ما تعينت في المستشفى في قسم الباثولوجي جات لي الكحت بتاع عنق او رحم المرأة، ولقيت البنت عندها 11 سنة ولكن الخلايا واحدة حامل 11 او 12 سنة. فطبعا قلت اكيد ان انا غلطان لان انا جاي من ثقافة ها غرق شرقية، يعني مش فدخلت للراجل المستشار قلت له الشريحة ايه؟ قال لي حامل. قلت له بس هي حامل خلاص هتعمل ايه؟ هنغير لا مش كده، انا بقول لك ايه على السن العمري في ممارسة الجنس في هذا الوقت. فانا في المؤتمر ده قلت لهم طيب هذه ابنة من بناتنا عندها 12 سنة وحملت، وفي واحدة ثانية في اليمن او في اي بلد ثانية عندها 12 سنة واتجوزت، ايه الفرق بين الاثنين؟ لا هذا دكتور زواج قصرات المهم بس ايه عشان ايه؟ عشان يبين لهم ان في ثقافة، لا المفروض الا تعلو على ثقافة، لابد نعرف احنا مين الى اخره الى اخره الى اخره. نرجع مرة أخرى ونقول لنا ثقافتنا، لو احنا عملنا في العمل هذا يا شباب لابد علينا أن نعيد صياغة ثقافة وفلسفة هذا العمل. وحذاري وحذاري بصباعي ده وحذاري أن لا يكون لكم إعادة لصياغة الفلسفة الفكرية لثقافة العمل الإنساني. حذاري أن نكون إمعات، إذا أحسن الناس أحسننا وإذا أساءوا أسأنا، لا إذا أساءوا أحسننا. حذاري طز في الفلوس والمنح المشروطة، مش عايزين خلاص، انا مش هضيع ثقافتي وكرامتي وديني وقيمي عشان بضع دولارات او بضع ريالات الى اخره. فلذلك لابد يكون لنا شخصية اعتبارية، ولابد يكون العمل بتاعنا له شخصية اعتبارية، ولابد يكون العمل بتاعنا له ثقافة وقيم اخلاقية، قيم اخلاقية لهذا العمل نضعها ونؤطر لها ونضع لها سياسات ثم نجعلها منظومة مجتمعية على مستوى العالم نؤطر بها لكي يتبعنا الآخرين. وحذاري أننا في كبوة من كبوات التاريخ وأمتنا ممزقة نقول لا معلش بقى ما فيش حاجة اسمها معلش، تقدر تعمل ايه؟ هذا اعمل كذا وكذا، اعمل اعمل اي شيء لكي يحافظ على مسيرة القيم الإنسانية الأخلاقية التي تعد إضافة لمسيرة الإنسانية.
إذا غابت قيمكم أيتها الأخوات والإخوة عن المجال هذا فستضيع مش القيم، ستضيع قيمة الإنسان كما هي ضائعة الآن. قيمة الإنسان لن يكون له وزن ولا لون ولا طعم ولا شكل ولا أي شيء. حذاري ألا تقودوا بالقيم وبالأخلاق وبالثقافة اللي علمنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي وقف احتراما لجنازة يهودي. أليست روح كرمها الله سبحانه وتعالى، سواء كان هو مسلم بقى أو غير مسلم، ده عند ربنا، الحساب عند ربنا مش عندنا احنا. أنا أقف أحترم الروح، أحترم المرأة، أحترم الطفل، أحترم الرجل، أحترم الشيخ، أحترم أحترم أحترم، حتى أحترم عدوي طالما هو إنسان بتعامل معه. في الحرب شيء وفي السلم شيء تاني، لكن اللي احنا محتاجينه دلوقتي محتاجين منكم انتوا بالذات. وهنا بقى نيجي للحداثه اللي انتوا اتكلمتوا عليها انتوا الاثنين، كيف يستفاد من التكنولوجيا في نشر الثقافه اللي احنا عايزين ننشرها؟ كيف يستفاد في التكنولوجيا في احداث ثقافه جديده عايزين نحدثها؟ كيف يستفاد من التكنولوجيا هذه بتاعتكم في احداث فلسفه جديده؟ فلسفه جديده احنا نعملها. الناس اللي في السن العمري الكبير في العقد السابع والثامن الى اخره خلاص ادوا اللي عليهم، لكن عليكم انتم ان تعدوا يعني كان عندي محاضره اسمها يا ربي ادركوا هذا الجيل قبل ان يموت. بمعنى احنا تعلمنا على الجيل اللي عاش في ظل بقايا الدوله الكبرى العظمى، كان فيها ثقافة وكان حرية في التنقل وقيم وكذا 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 إلى آخره، فعلمونا في المدارس. الجيل بقى اللي اتولد في العشرينات والثلاثينات إلى آخره، فاحنا خدنا منهم، فعليكم أنتم أن تاخدوا من تعلم على جيل عاش في ظل هذه الثقافة الكبيرة العريضة، لكي نعرف ما هو التاريخ أبائنا وأجدادنا في كل مكان. واضح؟ فده اللي بتكلم فيه معاكم. انا خلصت عشان انت ايه، دي كانت مقدمه خلاص. انا بقى اجلس وتفضل تعال اقف جنبي بقى عشان احب انت تيجي تقف جنبي عشان عدد اللايكس يزدادوا. لايك لايك تعال، لا انا بقول لك عادي ايه، تعال شوف لايك فيري جود لايك قرب لايك لايك كريم لايك اصل الاغنيه ايس ايس ترلللللم تعالى دق ايس تعالى متغني معايا انت هتحكي بس وخلاص. قال ايه يا ايه مش رضوى اسمها ايه بطلغه عادي عادي رضوى ولا رضوى احد روضه انا مخي اتقلب. خد يا ابني ايه لا ما انت هتخليني نبقى نجم. ربنا يكرمك اتفضل كلم الناس. لا انا سؤال لحضرتك معاه بس كلم الناس. حاضر. انت دلوقتي انا واقف جنبك عشان ايه يعني تنجمني. انت اللي هتنجمني يا دكتور والله. هو اغلب المشاكل اللي هيقترحتها في المقدمه هي عباره عن مشاكل مجتمعيه عرف، يعني المشاكل اللي احنا حتى المشاكل النسويه دلوقتي اللي طالعه هي عباره عن ازمات في العرف حتى في الفهم، يعني حتى في يعني حضرتك كنت بتطرح فكره الناس الاجيال السابقه اللي تعلمت على يد الدولة العظمى، ومع ذلك كان في برضو في الارياف وفي الاماكن المتطرفه في معظم الدول العربيه عندها ثقافات او اعراف هي اللي وصلتنا للمرحله اللي احنا فيها دي من مراحل الانتقاد الكبير لفكره ان الاسلام بيقمع المراه او مثلا او عنده احكامه غلط. فهو حقيقه الاسلام زي ما حضرتك قلت الثقافه اللي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمها لنا غير هي الصح. فهو سؤالي هنا ازاي نقدر ان احنا نغير الاعراف دي كامله، يعني هي اعراف عند شعب كامل عند قوم كاملين، فازاي تقدر تغير العرف ده وتوصل ان انت توصل صوره احسن يعني. اتفضل جزاكم الله خير. اقعد ولا عايز مين انت؟ طبعا طول ما هو واقف جنبي بالالاف هيجوا لي. ربنا يكرمك الله. بص لي كده بصه حط على الانستغرام البصه دي بقى. حد صور يا جماعه ولا صور جد صور يا جد
يلا جزاكم الله خير. طبعا اخونا بيتكلم عن شيء مهم جدا. انا اقول لكم بدات الحرب ازاي. بدات الحرب من محاربه الكتاتيب والخلاوي. الكتاتيب والخلاوي التي كانت تعلم اللغه العربيه وتعلم اساسيات الدين اللي بتتكلم عنه ده، والتي توقف عندها الاجتهاد. بس منش خرج. طيب بدأ في دي. بدأ في ديها كذلك ان قتلنا مبدأ الاجتهاد معايا. اجتهاد مفيش يعني. حتى لما جم اللي هم دخلوا الحنفيات في مصر، كان في بعض المشايخ رفضوها، قال لك ده بدعة. الأحناف بصوا لها بطريقة انها هتسهل وتيسر للناس وصول المياه لبيوتهم. فمن اللي أجازها؟ الفقهاء الأحناف، فسموها إيه؟ حنفية. شفت بقى؟ ده زفاكت. زفاكت. مهم في كذا مذهب كانوا موجودين. لا بس نقطة تسمية يعني. لا الأحناف اللي أجازوها. فعامة الناس سموها حنفية. انت ما بتفتح حاجه في البيت كده بتنزل ميه اسمها ايه؟ اتفضلي. كان في بعض الاقاويل بس مش متاكده من صحتها، انه كان في بعض المذاهب حرمتها. ايوه. علشان مهنه السقاي، كان انه علشان هم يستمروا شغلهم، لان لو ده كان انتشر كانت مهنتهم هتندثر. فهم حرموها مش على اساس ديني، هم حرموها على اساس هي كلها اجتماعات. اجتهادات مش اجتماعات. كلها اجتهادات، والفقه كله اجتهادات. فالاحناف نظروا اليها انها هتيسر. مثلا انا اديكم المثل ده بالظبط اللي حصل لنا في الصين. في الصين انا زرتها في 2001 قبل سبتمبر، كان في اغسطس. ولقيت المنطقه الشمال الغربيه دي جفاف مدقع. يعني حتى العربيات بتاعتنا كان بتطلع عليها الرمل اللي هو الفاين ده، التراب ده. فكان ايه ما هم عايزين؟ عايزين رافعات للميه من النهر عشان يطلع الايه القرى اللي فوق دي كلها. اشتركت مع الحكومه الصينيه في الوقت ده، جبنا الجنريتور الكبار دول وطلعنا الميه من قاع النهر لغايه الايه قمه الجبل. لما جيت انا في سنه 2003 بعد ما المشروع اتعمل وبتاع ده وفتحنا المشروع الى اخره، خرجت علينا امراه اعتقد كان اسمها فاطمه، رحمه الله عليها لو كانت عايشه او ميته. ما بتشوفش يعني خلاص، يعني زي ما تقول الماي البيضاء على عينيها ما بتشوفش، وماشيه بتتحسس الطريق مع حفيدتها، بتقول انا نفسي اشوف ان الميه دخلت عندنا البيت قبل ما اموت. شوف بقى دي حته الحنفيه، الخرطوم اللي بيوصل الميه لمدخل البيت، فالميه دي بتخش. الموضوع ده حصل ايضا في كشمير، كانت البنت بتطلع كل يوم وتنزل 4-5 مرات عشان تجيب 5 لتر على راسها. فلما اتعمل خزان فوق وعملنا المواسير وتوصلت المواسير للبيوت بحنفيه، بدات النساء تنتج وتغسل ويعني وتزرع الى اخره، والبنت تروح المدرسه. فبالتالي اصبح اجتهادات كلها. فحتى اجتهاد عشان ما 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 تروحش، ده اجتهاد، وده اجتهاد اخر، وده راي، لان الفقه كله اراء. الفقه كله اراء. فده بالنسبه للنقطه بتاعه اخونا اللي كان بيتكلم، اللي هو التجديد. التجديد في الفقه الديني ما يجيش حد زي حالاتي انا يقعد ويبتدي يناقش. لا، مش اي حد يجدد، مش اي حد يجي يقول لك خطاب ديني جديد تسمع كلامه. انت عايز ناس يكون من اهل الحل والعقد، من اهل الذكر، من اهل العلم والمعرفه. انا بس انا بتكلم ايه، بتكلم على بس ارادنا. انا عارف ان انت دلوقتي يعني تعبانه، لان اللي بيتكلم في الدين، انا دي كلمه كان قالها الله يمسيه بالخير اللي هو الدكتور علي جمعه، قال اصبح الدين الاسلامي مجال تتحدث فيه الراقصه وتتحدث فيه الطبال.
ما اصبحش علم زي ما كان زمان. اي حد يتكلم فيه ده اللي بالظبط رد عليك. وما نيجي نتكلم يا اخي الفاضل عن ردك انت، مفروض اللي يجي بقى يقعد عشان يناقش ويجتهد يكونوا الناس علماء اجيزوا من حاجه زي الازهر الشريف. ما ده لما اعرف الخطيئه دي لازم يجتهد عشان تتغير. ما هي ما في يعني هي هم اعرف خطيئه في حاجات ثوابت اصلا. انا مش مختلف معاك، انا كل ده انا موافق معاك فيه. يعني كل اللي انت بتقول عليه ده التراكمات دي ما حصلتش بين عشيه وضحاها، واخد بالك؟ حصلت بناء على عشرات السنين. فليه غيرها لك بقى مين؟ هم هؤلاء الناس اللي يقعدوا حاليا. الفقه هو معنى ايه كلمه فقه؟ الفقه هو استجابة الفقيه للحاجة المجتمعية بناء على وجود حل لمشكلة خاصة في المجتمع. زي الطبيب، يعني الفقيه زي الطبيب. الطبيب انت بتروح له لو ما قلتلوش المرض اللي عندك بالظبط ايه وتوصفه هديك عليه غلط، صح؟ وكذلك الفقيه لازم تفصل له. لازم يكون اصلا عايش في المجتمع، يعني ينعزل نفسه ويقول انا فقيه، صح؟ مش ما ينفعش بالمراسلات. فبالتالي انت عايز بقى يعني الاعراف الخاطئه دي، سواء كانت خاطئه في نظرك وخاطئه في نظرك، بيحصل لها اللي هو الـ الـ النقاش ما بين العلماء، مش ما بين شخص زي حالاتي انا او شخص زي فلان او فلان او فلان او فلان. اللي بيحصل انت بتتكلم عنه يا اختي الفاضله اسراء، اسراء مش لا اسراء دي انت امنه. يا امنه، انت اللي بيحصل ان دلوقتي اصبح توجه سياسي غيبت لما مجموعه معينه من انصاف او من يعني مش عارف اوصفهم، يعني هم اللي يفتوا في الدين ويفتوا الخطا، فيزودوا الطين بله، فالاعراف الخاطئه دلوقتي تطلع فوقها اعراف خاطئه اخرى. فده التحدي الكبير اللي قدامنا. واضح؟ انا بتكلم ازاي هنواجه التحدي ده؟ تواجه التحدي ده في عدم وجود دوله تحميك. ممكن في ناس يعني بعلمها على السوشيال ميديا بتحاول تنقذ ما يمكن انقاذه، افراد، خد بالك. لكن في الاصل لابد تكون الدوله هي راعيه لمثل هذا التوجه اللي بتسمح للعلماء. حاليا الدوله بتسجن، الدول بتسجن العلماء. العلم اول شيء، ها؟ العلم طبعا. فبالتالي لو انت مش قادر تعمله على مستوى ترعاه دوله معينه او وطن معين، على الاقل الرجل الذي يتحمل او المراه اللي هي الفقيهه التي عندها العلم بتحاول تحط ما تعلمته على الصفحه بتاعتها وتنشره مع الناس. فنسترجع مره ثانيه للاخوه اللي اتكلموا عن اللي هو الحداثه واستعمال التكنولوجيا الى اخره. اصبحت التكنولوجيا دلوقتي بتسهل على العلماء. مش عايز اذكر اسم حد منهم، مثلا اذكر واحد فيهم مثلا زي الرجل السوري الله يمسيه بالخير اسمه الصابوني، الدكتور اسمه نابلسي. في اثنين الصابوني مات الله يرحمه. نابلسي مرجعيه، وفي اراء كثيره جدا للعلماء ماتوا زي الشيخ الشعراوي وغير الشيخ الشعراوي الى اخره. ممكن الانسان الحيران يرجع لاحد المرجعيات دي كلها. انا بتكلم على ما تشتغلش شغل الافراد، وصولهم للمجتمع اصعب من وصول حركه كامله. ما طبعا الفرد يعني مثلا لو انت عندك مؤسسه، نرجع بقى نخش بقى في التفصيل. حاليا لغه العصر يا شباب بناء مؤسسات المجتمع المدني. بس هي النقطه العلاقات مهمه. ها؟ هي النقطه العلاقات مهمه. كله ممكن يكون في فرد يعني بروحه مش مؤسسه او شيء، بس عنده علاقات في نوع من المؤسسات او عنده علاقات في اماكن معينه ممكن يوصل. ولو بس يعني في اكيد صعوبات طبيعي، بس قصدي العلاقات مهمه. كل شيء مهم عشان توصل المعلومه اللي عندك. يعني ده بتتكلم فيه؟ انا بتكلم في طريقه الوصول نفسها بغض النظر عن الطريقه ايه هي. بتكلم على الوصول للاشخاص دي وتغييرهم. يعني مثلا رايك عن راي حضرتك في طريقه الوصول، احنا ازاي نقدر نوصل للناس او نوصل للمجتمعات اللي احنا عايشين فيها بحيث ان احنا نصلح العرف، بحيث ان انت نصلح صوره المجتمع العربي او المجتمع الشرقي بشكل عام. طيب انت بالنسبه لدي التحدي اللي قدامك تحدي سياسي. لنكون واضحين، تحدي سياسي. في دول لا تسمح وبتظهر شيء تاني، وفي دول بتسمح، صح؟ وفي اشخاص ممكن هم يعني في اشخاص عندهم من المشايخ اللي هم مرموقين عندهم يعني ملايين من التابعين،
ففي الفتره اللي فيها مخاض دلوقتي انت عليك انك ما تجلسش ساكت، حتى في الدول التي لا تسمح انت شخصيا وانت موجود في مكان ما ممكن عن طريق الاراء بتاعك اللي هي انت بتعتبر نفسك انك عالم بتوصلها للناس او بتنشر اراء لاحد بعض المشايخ اللي هم اصبحوا شهد لهم التاريخ انهم علماء. انا مش عايز اذكر كثير منهم من الاسماء دي عشان ما ايه ما تجيش تقول الناس اللي تقول لي اصلا مع ده وضد ده الى اخره. لا دكتور، في نقطه عن هل الجمل اللي قلتها قبل شوي، ان في ناس يصعب عليهم الفصل، يعني ممكن شخص قدامي انا في واجد اشياء ما ايده فيها او ما يكون مع انا ويا ناس مستوى، بس يكون فعلا عارف او يكون فعلا عنده شيء انا محتاجه له. ففي ناس واجد عندهم نقطه الفصل، هذه مشكله. وهذه نقطه ليه فصل ايه؟ انا افصل بين ان انا احتاجه في نقطه معينه او انه هو فعلا مفيد في نقطه معينه وعنده علم في نقطه معينه، وانه هو عنده اراء مثلا مش بالنسبه لي. ده بيرجع لك انت. اي بس انا نقطه الفصل المش هذه تعتبر مشكله، ان الواحد لو ما فصل في الاشياء يصعب اصلا، يعني اي مش تقريبا شخصا، يعني ان الشخص اللي قدامي ما يعني اؤيد او ما اكون صادقه إنف ان اقول لا والله الشخص اللي قدامي هو عالم وعنده علم كذا 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 كذا، بس انا لا اؤيده في هذه النقاط. ده رايك؟ ايوه. يعني في ناس ما 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 اصبحوش من الحنابلة، ما اصبحوش من الاحناف، ما اصبحوش من الملكية، ودول كانوا علماء كبار اخذوا منهج تاني. فبالتالي الحرية الشخصية ليك انك تتبع الامام اللي انت بتتحي الاراءه معايا. لا انت التحتيم ده من احنا بنتكلم عليه، هو اخونا بيتكلم على اعراف متراكمه. بس عشان اصل بس يعني انت من حقك تختاري الامام اللي تتبعيه، لكن مش من حقك ان كل يوم تختاري امام على مزاجك كده. يعني اصلا انا اخد من الامام ده الحته دي والامام ده الحته دي والامام ده الحته دي، لا هو امام ما انا بتابعه. انا هكون اتبع الامام الشافعي ما بتابع الامام الشافعي، فاراءه الصعبه واراءه الايه الاخرى وهكذا. دي كان فيها تفصيل بس دكتور، يعني في ناس مش كل الناس تتبع امام واحد، يعني في العوام، طبقه العوام هي الغالبه حاليا في النهارده، اللي هو بياخد مش بياخد منهج واحد او يعني امام واحد او منهج واحد ويمشي عليه للنهايه. نعم، هو العوام بياخدوا من هنا كل فيلم اغنيه ما ينفعش. بس هو ما انا مش مختلف معاك، انا لست مختلف معاك. ما اللي انا بقول لك عليه ايه اخ ايه مهند انا بقول لك عليه ايه، ان في بعض الدول ما فيهاش مساحه للحريات فبتمنع ظهور الائمه او العلماء اللي ممكن يكونوا عندهم سعه العلم عشان يعلموا العوام دول، فبتوه العوام. فاللي حصل دلوقتي يا اخ مهند العوام تايهه، لان شويه تلاقي الامام الفلاني بيقول كذا وده بيقول كذا وده بيقول كذا وده بيقول كذا، فكل يوم بياخد له فتوى من امام مختلف. والاصل ان انت بتلتزم بامام واحد. ليه؟ لان انا ذلك في الاول قلت لك المناخ السياسي لا يسمح، بل بالعكس والعكس والعياذ بالله بيحارب الدين وبيحارب ابقاء كثير جدا من العلماء اللي هم شهدت لهم الامه على المنصات بتاعتهم. خدت بالك؟ فده المشكله المعضله اللي قدامنا. فبالتالي انت بقى يعني استفتي قلبك وانت اختار الامام اللي انت عايز تمشي وراه. ما هو في الاخر في النهايه لازم هتسمع حد كلام حد. انا مثلا ما بسمع كلام ببتدي بحب اسمع الشعراوي مثلا فرق معينة، لأن هو عارف كيف خرج الشعراوي غير الشعراوي، ها وكيف تربى الشعراوي غير الشعراوي إلى آخره. ومن حقك أنت تجد لك إمام أقبلك تلتزم به. واللي بيضيع طبعا العوام هيضيعوا. ليه؟ لأنهم بيضيعوا. سمعت الكلمة دي؟ يضيعوا عشان ها؟ وغض النظر يعني اصلا انا راجل مش انا لا اقرا يعني خلاص بقى عارف زي نفسي. والحساب بقى بتاع الانسان العامي اللي ضاع ده يختلف امام الله سبحانه عن الانسان المتعلم زي حضرتك اللي بيبحث ويختار الانسب بالنسبه له. طب اتفضلي يا اختي. علي صوتك كده وتعالي كده جنبنا. طب علي بس اقفي عشان بسمعك. فكيف توصل يعني المؤسسة تصل لدول غير مسلمة
تحارب علنا الإسلام، فكيف تصل لهم دون أن تصطدم بسياسة الدولة، وفي نفس الوقت توصل الإسلام بطريقة صحيحة ما فيها تشويش للناس اللي رايح أنت تساعدهم؟ طيب أولا أنت عايزة توصلي للناس إيه؟ اللي أنت بتحدديه. أنت مؤسسة اسمك مؤسسة إنسانية، هدفك محدد واضح، إيه من الإسلام اللي أنت عايزة؟ أنا أقولك بقى، أحد الناس في المخابرات في دولة ما قال لنا أنتوا بتشتغلوا في الدعوة، قلنا ده إحنا بنوزع حجاب ولا بنبني مساجد ولا بنوزع قرآن ولا بنكفل إيه أئمة. تعرف قال إيه؟ قال إيه؟ قال أنتوا شعاركوا دعوة، انتوا اسم مسؤولكم اللي عندنا في المنطقه بتاعتنا دعوه اسمه محمد، فانتوا فاكرين ان احنا مش يعني احنا سايبينكم، وانا عارفين انت اسم الشخص اللي انت حاطه دعوه للناس اللي عندنا. يعني اللي عايز يحاربك يا اخت الفضيله هيحاربك، بس انت لابد انك تحيري عدوك فيكي، انك تلتزمي. يعني مثلا في جنوب السودان حاول بعض المؤسسات الغير اسلاميه تحاربنا، فعملنا مشروع. ها طيب، مشروع ما هوش اي صفه سياسيه خالص، اللي هو ايه؟ اللي حفر الابار، ومع ذلك راحوا يكلموا الحركه الشعبيه او الجيش الشعبي اللي هو مسيحي في جنوب السودان، يقولوا له انت من الصومال ولا من السودان؟ صومال. صومالي لاند ولا من عندنا من مقديشو؟ ها سمالان. واخد بالك؟ راحوا يقولوا لهم دول بيسمنوهم عشان ايه؟ يحولوهم للايه؟ للدين الاسلامي. تعرف المسيحيين قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم الاغاثه الاسلاميه مؤسستنا، لان احنا شايفينها بتعمل ايه من قبل ما تيجي، وشايفينها بتعمل. انا مش محتاج ان انا انشر الدعوه بالطريقه التقليديه، انا محتاج انشر الدعوه باخلاقي، بخدمتي للمجتمع، بالتعامل. وكيف انتشرت الدعوه وانتشر الاسلام في 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 اندونيسيا وفي ماليزيا من التجار. فلما ننظر لمثل هذه الاشياء، في اشياء كثيرة ممكن تعمليها، واشياء احسن شيء تقدر تقوم به يا اختي الفاضله انك يكون خلقك الكريم وتسامحك الكريم مع الناس. لدرجه في المره دي لما كنت في وراب في سنه 2006 او 2007 وانا داخل على المجتمع، الاطفال كانوا فرحانين جدا والنساء. ليه؟ ليه؟ قولي ليه؟ قول ليه؟ لا لا ما تقولش قول ليه، بس انت قول كلمة ليه؟ ليه؟ واندهش كده، ولما تندهش قوم عامل كده تقوم واقع، لأن شكلي كان شكل الشخص اللي كان بيدير المكتب قبلها 3 أو 4 سنين، فافتكر إن الشخص ده رجع مرة ثانية، لأن الشخص ده كان أخلاقه عالية جدا، وكان إنسان محسن في كل شيء، ولما حبوا إنهم يستثنوه بيعطاه الميه صالحه للشرب لوحده ويدوا له حاجه زي كده، ما خدش من البتاع دي الا كوبايه واحده بس، رجع لهم الباقي. فما زال سيره هذا الشخص بعد ما ترك البلد، هو كان اصلا عراقي، ربنا يديك ان هو مظفر، او اسمه ايه؟ ظفر ولا مظفر؟ مظفر. انت بتاخدني على قد عقلي؟ كبر مخك، اقلب الصفحه. الله في العربيه، واخده بالك؟ ففرحوا بيا، بس ما كنتش انا هو نفس الشخص. ما كنتش انا هو لما قعدنا مع الوالي في نفس المنطقه دي كلها، قال احنا بنشكركم لانكم حليتوا لنا 30% من مشكله المياه في المحافظه بتاعتنا. خلاص انت رايح تخدمي. رايح تخدمي، وبتخدمي من اجل خدمه هؤلاء الناس، ما بتبصش لدينهم ولا معتقداتهم ولا الكذا ولا كذا. فالناس والله انا اخر بس كلمه هقولها قبل انت ما تقف كده عامل زي مالك، يا مالك اقضي علينا. انت مالك؟ انت اللي بتدخل جهنم. لا لا لا، انا بدخل جهنم. لا يبقى رضوان بقى، واخد بالك؟ تعرف وانا في سرت، حد فيكم ليبي؟ مدينه سرت؟ لا مش براحتك بقى. لا راحت ايه يعني؟ وانا احنا هناك في 2000 مش عارف 2004 ولا 2006 حاجه زي كده يعني، كان في مؤتمر على دارفور هناك، فانا قاعد كده هو وكان جنبي الوفد الامريكي بتاع اللي هو USAID، ودخل المسؤول الامني في جنوب السودان. تعرف اول ما دخل عمل ايه؟ هاني صرخ صرحه كده، قعد يبوس فيا ويحضني. سوداني بقى ومصري، وسودان ومصر هته واحده ولا 60 هته؟ هته واحده ولا 60 هته؟
طيب واخد بالك؟ تعرف رسالته كانت ناس ايه؟ المؤسسة الإنسانية الوحيدة التي تعمل عندنا في جنوب السودان. وده مسؤول ايه؟ مسؤول الأمن والمخابرات في جنوب السودان في الوقت ده. لأنه شافك ورقبك وشايف ما فيش حاجة، أنا جاي قلت لكم مية يبقى مية. كل حاجة مكشوفة. أيوة قلت لكم مية يبقى مية خلاص. فرفضنا نشتغل في الصحة أو في التعليم عشان ما حدش يكتب من عندنا. فبالتالي التزمي بما قلتي للناس. في الشيشان نفس الموضوع. كان كل اسبوع والتاني ايام المواجهه ما بين الشيشانيين وبين الروس ياخدوا مدير المكتب يستجوبوه في السجن يوم واثنين وثلاثه، يوزنوا حتى اللي هي الباكت. يقول انت بتكذب علينا، انت بتقول 5 كيلو وهي 4 كيلو ولا 3 كيلو ولا 2 كيلو. وكل يوم والتاني يشدوه. وكان في 7 او 8 مؤسسات امنيه واستخباراتيه بتتابع، لان اسمك غاسة إسلامية والصراع ما بين مسلمين وبين الحكومة الروسية في الشرق. وما زال مكتب المؤسسة الى الان موجود. ليه؟ لان انت قلت انا هشتغل في ده فقط. لما تخليت الاوراق هنا بقى بيكون الامر مختلف. تعال يا رئيس. كل غلطة واحدة محسوبة. كل غلطة محسوبة. شوف القاعدة احنا بنستعملها ايه؟ خلاص تعال بقى. لن تسمحي الى نفسك ان تغلطي غلطه بسيطه بحسن نيه ابدا ابدا. حتى ما ينفعش نيه الشخص نفسه ما ينفعش. مش قال كده انا مثلا بحد يعني بلتزم بتعليماتهم بحد من رسالتي؟ لا ما بتحدش. انت رسالتك كيف تستمر لاكثر مده عشان تساعد الناس؟ ده سرتك. يعني انت انا مش غيرت مثلا عندي حاجه تانية عايز اديها لهم مثلا رساله تانية لازم افضل ما انت رسالتك انت حددتها عشان كده كمان انت كنت ترخيص. لو انت جيت قلت لهم انا جاي هنا علشان اغير دين الناس مش هيدخلوك. فانت بالتالي بتحافظ على ثقه الناس في الدين الاسلامي خلال الخدمات اللي بتقدمها لهم. مفيش عسل في السم. لا لا انت التزم بديت تلتزم باللي انت كتبته عليك. لابد. بس اسمعوا يا شباب بنات يا بنات، لابد. السؤال ده خطير جدا. لابد ان تلتزم التزام تام بما كتبته في الاوراق، والا العاقبه هتكون وخيمه. انت بس في احيانا يكون شيء خارج عن هذا. مفيش حاجه خارجه. لا يعني مفيش حاجه خارجه. لا شوف انا في الامر ده يا اخت سميه انت بتعملي مع دوائر استخباراتيه وامنيه فيها سجن. وضوحك ان انت قلتي والله انا معاييري هكذا وهشتغل وهعمل كذا تلتزمي بيها. مش عايزه تشتغلي سيب البلد. طيب دكتور خلاص بقى اخر سؤال بقى يا جماعه عشان نختم. طولنا قوي على الدكتور صلاح. اخر سؤال مع احمد ان شاء الله. احمد تعالى. احمد اقف جنبي عشان عايز استلف شعرك منك النهارده. بس كنت عايز اسال. هو طبعا انا جيت متاخر اولا ماشي ولا يهمك. قلت تبني ابار وكده عشان ميه و و و فمين اللي بيدعم الكلام ده؟ انت. شكرا. وغيرك. واخد بالك المؤسسه اللي انا بتكلم عنها 70 ل 80% من دخلها من عامه الناس و 30% تقريبا من دخلها من المؤسسات الدوليه الكبرى وبعض الحكومات. فواضحه. اقول لك مثلا من الناحيه اللي هو الماليه ليها اداره ماليه وليها اداره فاينانس يعني ايه محاسبيه وليها اداره مرجعيه ومرجع خارجي. لذلك لما تتكلم انت في بلد زي اليمن خدوا منهم كميه مليون دولار بالنسبه من الامم المتحده ومؤسستها. ليه؟ لانه شافوا الشفافيه الماليه عندها. فبالتالي انت لما بتحافظ على كيان المؤسسه من خلال المراقبه الماليه تثق فيك رجل الشارع واثق فيك مسؤول الحكومه وتثق فيك المؤسسات الدوليه. بس شكرا جدا. بقى هتدفع كام بقى؟ معيش. طب مش دلوقتي بعدين ما تاخد صوره معايا عشان اللايكس بتوعي يطلعوا. هيحصل دلوقتي. طب خلاص نختم عشان نتوهش حضرتك. خلاص هنختم. خلي حضرتك زي ما حضرتك. فطبعا جزاكم الله خيرا على حضور. جزاكم الله خيرا يا دكتور. يعني ان شاء الله يعني تكون الورشه دي او المحاضره ديت
مش لازم. طيب خلاص كده حلو قوي. تكون يعني الوقت او المحاضره ديت يعني فادتنا احنا بشكل كبير جدا. ماديا كشباب لسه قدامنا مستقبل ان شاء الله كبير، ان شاء الله يعني هيبقى قدامنا حاجات كتير جدا نعملها. زائد ان هي يعني كل الافكار اللي الدكتور طرحها دلوقتي باذن الله يعني لازم تطبق. تمام. وتبدا تطبق ديت ليهم هم مش تكمل. فلازم تطبق وباذن الله تبدا تطبق لينا وفي الفريق حتى. الفترة الجاية مع بداية شغلنا مع الحمل القادمة بإذن الله اللي هنعلن عنها قريب فإن شاء الله يعني هيتم استغلال كل الكلام دوت. فطبعا شكر الله سعيكم ويعني جزاكم الله خيرا. شكرا يا دكتور على يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. فاسمح لنا لو شكر الله سعيكم لو نسمح لنا في الآخر يعني للي حابب يعني لو حضرتك. طب الشباب يجوا الناحية دي وما تيجوا الناحية دي اللي مش عايزة تتصور مش مشكلة خلاص وانا عامل كده زي اللي عايز يصور من بناتي الناحيه اللي